ضيفتنا اليوم طفلة من نوع مختلف، صنعت أسلوبها الخاص بها على السوشيال ميديا وصارت وجه إعلاني لأكثر من جهة وأكثر من منتج، وبعد دخلت عالم الموضة وصارت موديل وعرضت الكثير من أزياء المصممات السعوديات. اليوم هي معنا بالاستوديو، راح تحكي لنا عن هوايتها وإيش تطمح تكون بالمستقبل بعد ما حققت هذه الشهرة. أهلا وسهلا فيك فرح التميمي. أهلا وسهلين فرح. بالبداية كلميني عن نفسك. اسمي فرح التميمي، عمري 11 و6 شهور، وأنا في صف أولى متوسط. ما شاء الله. كيف بديتي قصة دخولك لعالم السوشيال ميديا؟ أول شيء كانت في مدربة طالبة 10 بنات، وماما سألتني إنه تبين تدخلين؟ قلت لها إيه، أنا أصلا وقتها كنت أحب العرض. وعقبها سوينا عرض الفعاليات في العيد، في عيد الفطر بحضور أمير الرياض، وعقبها صورتني المدربة فيديو، انتشر الفيديو وفجأة كان حسابي خاص، فتحت عام وبعدين بدأنا نسوي فيديوهات انتشرت. جميل فرح، يعني أكيد أن عندك محتوى معين تقدمينه الآن للمتابعين، إيش هو المحتوى اللي أنت قاعد تقدمينه ومن اللي يختار لك إياه؟ أقدم محتوى يعني يكون هادف، يكون أحيانا كوميدي، يكون مناسب لك أنا فرح وكعمري، واللي صورني أحيانا أنا وماما. أحيانا أنا وماما. طيب فرح، إذا جتك كومنتات سلبية تضايقين؟ ما أضايق، أنا أخذ تهتم يعني الكومنتات السلبية. أول شيء أصلا دائما الناجح يكون له تعليقات سلبية وعداء، فيعني أهتم. طيب يعني أنت اليوم تصورين يومياتك، يعني إذا صحيتي يكون عندك جدول معين تعرفين إيش بتصورين؟ إيه؟ أو أنها خلاص تكون عفوية بدون ما أنت يعني تخططين لها؟ لا تكون عفوية، فجأة يجي في بالي أنه أبي أصور شيء يعني يكون ترند أو كوميدي أو شيء هادف يعني. ما يعني يكون عفوي فجأة. لما يكون عندك جلسة تصوير كيف تستعدين لها؟ أول شيء لازم نتفق مع المصورة المكان، نتفق محل لوك، ونختار يعني الأشياء اللي بتناسب عشان تطلع الصورة حلوة. تحطين ميك اب في جلسات تصوير؟ الصراحة شوي يعني شوية بلشر شوية لب. اوكي يعني مو ميك اب ميك اب. لا مو ميك اب ميك اب اوفر، عاد يعني ما وصلت يعني شيء يناسب عمرك عشان التصوير. ايوه. بس ايه. يعني حاطة الحين ميك اب ولا لا؟ هو الحين يعني عشان بالتلفزيون كذا لازم ابين اني حلوة. انت حلوة. حلوة. شكرا يعطيك العافية. فيعني حط خفيف. طيب فرح، شو تشوفين احلى، تصوير الجوال ولا تصوير الكاميرا ولا شكلك على التي في؟ كلهم حلوين يعني كلهم مناسبين، خصوصا الجوال يمديك تصورين طول الوقت يعني اي وقت، ولكن كاميرا التلفزيون تعطيك ثقه اكبر يعني تعطيك صوره احلى حتى، مو بس يعني يكون يعني واثقه من نفسي زياده. الحمد لله. طبعا يحق لك انك تثقين بنفسك لانك حلوه. شكرا. وجميله. شكرا. قلبا وقالبا. شفنا لك كثير مقاطع على التيك توك، تحبين التيك توك؟ في تحديات تسوينها في التيك توك، وش التحديات اللي تدخلين؟ يعني زي ايش؟ احنا ما نعرف، احنا مو بجيل التيك توك، يعني احنا مو مره مع التيك توك، انت كيف تسوين تحديات وكيف تختارين التحدي المعين انت تبين تسوينه؟ احيانا انا اختار واحيانا ماما، بس يعني لما اختار لازم يكون مناسب لي يعني مناسب لعمري. وتحديات تيك توك احيانا اسوي كوميدي، احيانا اكون اسوي هادف، احيانا اسوي دانس، يعني اغلبها دانس واغلبها تحديات. تقدرين تسوي لنا شيء وانت جالسه؟ ايوه يلا ورينا. هذه حركات التيك توك الجديدة صح؟ هاي تمنيت يكون في هذا فرقة يعني كورية يمسوي هذه الأغنية، فأنا أعطيتكم رقصة. طيب فرح، إيش حابة تكونين أنت في المستقبل؟ فرح وش بتكون؟ يعني على الإعلام حابة أكون ممثلة، هذا يعني حلم إن شاء الله، إن شاء الله يعني يصير. لكن على يعني الخصوصية أكيد بكمل دراستي وأكمل مشواري عشان بعدين إذا كبرت أختار التخصص اللي مناسبني. وش التخصص اللي تحسينه بيناسبك إذا كبرتي؟ إدارة أعمال. إدارة أعمال. طب أنت بتصيرين ممثلة تقولين صح؟ مش متكملين في التمثيل؟ إيه بكمل بالتمثيل، بس يعني
عشان يعني أزيد شيء أختار إدارة أعمال. إدارة أعمال مع التمثيل. أيوة. حلو، يعني ممكن التمثيل، وأنا أتفق معك مرة حلوة التخصصين الاثنين اللي اخترتيهم، لأن فعليا التمثيل ممكن الممثل يكون يشتغل بعدين يوقف سنة سنتين مثلا ما يكون في عمل يناسبه فيرجع مرة ثانية، صح؟ أيوة، يعني أختار مثلا يعني إذا ما ارتحت للتمثيل، تعبت يعني شوي، يعني مليت، اختار هذا الشيء. طيب وش الادوار اللي ممكن انك يعني تمثلينها؟ ايش الادوار اللي تحبين من الممثلين اللي اليوم انت تحبين تتابعينهم سواء عرب او غير عرب؟ انا احب اتابع ممثلين مره حلوين، فعندك الهام علي مره احبها، تمثيلها مره حلو، ويعني انا اتمنى اصير مثلها يعني. ولكن قصدك اذا تبين وش تمثلين؟ أحب أمثل يكون التمثيل يكون هادف، يكون شوي مناسب لي، يكون على عمري، يكون يعني كوميدي شوي شوي يعني مرت. حلو. طيب فرح، الناس اللي يكتبون كومنتات مي بزينة وتضايقك، وش ممكن توجهي لهم رسالة؟ أنا آخر واحدة تهتم على فكرة على التعليقات السلبية، بس يعني أقول لهم إنه اشتغلوا على أنفسكم، يعني أصلاً كلامكم بنحطه ورا، إحنا نمشي قدام يعني. صح. طيب ايش رايك في البنات اللي مثلا بعمرك اليوم ونشوفهم مثلا على السوشيال ميديا ومثلا يسوون حركات خلينا نقول مو في عمرهم، ايش رايك فيهم انت؟ يعني ما انك في عمرهم، احنا راينا معروف، بس انت رايك ما انك بعمرهم. انا اقول يعني الله يهديهم، وغلط يسوون هذا الشيء، لازم يعني يختارون قبل ما يصورون، يشوفون هل مناسبه، يسالون امهم او شيء، لان اغلب احيانا اسال ماما، يعني احيانا تقول لي ماما هذا ما يصلح لك، هذا شوي مو على عمرك، يعني زي كذا، بس يعني لازم يسالون امهم، يعني لازم يتاكدون قبل ما ينشرون هالشيء. ممكن يعني يستاءون او ناس يعني تستاء ويجيهم كومنتات كثير سلبيه. صحيح. طيب اسالك فرح، قد سويتي شيء وماما قالت لك انه ما ينفع واحذفيه وحذفتيه على طول؟ ولا شوي قعدتي ماما خليه لا احذفيه لا خليه؟ ماما خليه لا احذفيه شوي، يعني ما عمري سويت والله، لان في اشياء يعني اقول يعني احس يعني ليش اسويها، مو من عمري يعني ليش. طب مو شيء من عمرك سويتي حركه مثلا عاديه رقصه قالت لك ماما ما تصلح احذفيها؟ اي هو هذه سويتها، يعني سويت رقصه فرقه بس انه ما انتبهت لكلامها يعني بالغلط وحذفته، وبس ان شاء الله الحمد لله ما حد شاف الا اثنين. جميل فرح التميمي، احنا نتمنى لك كل التوفيق، وانت جدا جميله وموهوبه، واكيد راح توصلين ان شاء الله لطموحك اللي تبينه واكثر. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل الفنانة الصاعدة همسة علاء في ضيافة سيدتي.